مهرجان قلاويج نجح حقيقة، نجح عبر دوراته السابقة بأن يكون جامعا للثقافات، ليس الثقافة الكردية فقط لكن الثقافة العربية والثقافة الفارسية ومن دول أخرى أيضا من دول العالم. رسالة المهرجان حقيقة من خلال حضورنا للمهرجان هي رسالة ثقافية بحتة، لا يوجد هناك أي رسائل أخرى تبعث من هذا المهرجان سوى الثقافة، هو صانع للثقافة وأيضا يبث رسائل ثقافية عبر مشاركة شعراء وفنانين ومثقفين وأيضا دراسات مهمة صدرت من هذا المهرجان. فيما يخص الحقيقة الاحتفاء بالثقافة الإيرانية، الثقافة الإيرانية كما تعرف حضرتك هي ثقافة ذات جذور عميقة جدا، ولقرب إيران من المنطقة العربية والمحيط العربي كان هناك تلاقح في الثقافات بين الثقافة الفارسية والثقافة العربية، وهناك تداخل حقيقة في هذه الثقافة. اليوم احتفلت السليمانية بمهرجان قلاويج في دورتها 24 بحضور كثير من الشخصيات الحزبية والحكومية والأكاديمية والأدباء والفنانين والشعراء، كان الحضور أكثر من 350 شخصية موجود في القاعة، أو معنونة بحوار إزالة الأقنعة، اللي هدفها هي يعني إحدى أهدافها إنه تزيل الأقنعة عن ما خفايا الأدب، عن جماليات الأدب لكي تتحول إلى حوار بين الشعراء والأدباء ليتواصلوا معنا. سليمانية مصنع الأبطال، مصنع العظماء والكتاب والشعراء، لولا هاي الصراعات اللي ما تؤدي إلا إلى الفراغ والضياع. يعني معرض الكتاب هذا مهم جدا، المعرفة هي أساس أي شيء، أساس أي تقدم حضاري بأي مجتمع كان. المجتمعات كلها قامت بكل العالم قامت على أساس المعرفة، المعرفة هي اللي توصل الإنسان إلى ما هو أفضل في حياته الاجتماعية والمعيشية والفكرية. Thank you.